بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. كنا تكلمنا في ما يتعلق بباب النكاح، تكلمنا حتى يعني تكلمنا على الخطبة، وتكلمنا فيها على الخطبة على الخطبة والنظر إلى المخطوبة والمواضع التي ينظر إليها، وهي الوجه والكفين. وتوقفنا عند حظر الخلوة بالمخطوبة. يقول الشيخ سيد السابق رحمه الله: يحرم الخلوة بالمخطوبة لأنها محرمة على الخاطب حتى يعقد عليها، ولم يرد الشرع بغير النظر فبقيت على التحريم، ولأنه لا يؤمن مع الخلوة مواقعة ما نهى الله عنه، فإذا وجد محرم جاز، يعني قصده الخلوة هنا ليست خلوة لكن جاز له الجلوس معها لامتناع وقوع المعصية مع حضوره. يعني إذا كان الخاطب يريد أن يستعلم شيئا أو يناقش المخطوبة في شيء أو شيء من هذا، فتجلس معه على أنها أجنبية عنه، يعني لا تكشف وجهها له مرة ثانية إذا هو رآها وعرف من وجهها جمالها ومن يديها نعومة جلدها. فبعد ذلك إذا أراد أن يستفسر عن شيء منها أو يسألها عن شيء، يوجد المحرم يجلس معها وهي تجلس منتقبة تتعامل معه كأجنبي. يقول: فعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يخلون بامرأة ليس معها ذو محرم منها، فإن ثالثهما الشيطان. وعن عامر بن ربيعة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يخلون رجل بامرأة لا تحل له، فإن ثالثهما الشيطان إلا لمحرم. خطر التهاون في الخلوة وضرره. درج كثير من الناس على التهاون في هذا الشأن، فأباح لابنتي أو قريبتي أن تخالط خطيبها وتخلو معه دون رقابة وتذهب معه حيث يريد من غير إشراف. قد نتك عن ذلك أن تعرضت المرأة لضياع شرفها وفساد عفافها وإهدار كرامتها، وقد لا يتم الزواج فتكون قد أضافت إلى ذلك فوات الزواج منها. وعلى النقيض من ذلك طائفة جامدة لا تسمح للخاطب أن يرى بناتهن عند الخطبة، وتأبى إلا أن يرضى بها ويعقد عليها دون أن يراها أو تراه إلا ليلة الزفاف، وقد تكون الرؤية مفاجئة لهما غير متوقعة فيحدث ما لم يكن مقدرا من الشقاق والفراق. يعني هو في غلو وفي تفريط. الغلو إن كان في العرب والقبائل وكذا وفي الصعيد حتى، لا ما يشوفش العروسة إلا ليلة الدخل، يعني الأم تروح تخطب له أو غيره وبعدين ما يشوفهاش إلا ليلة الدخل، هو ونصيبه، طلعت حمرة طلعت أرعى هو ونصيبه. فده كان يعني إما هو يعيش معاها على مضض بقية الحياة، وإما إنه إذا كرهها طلقها. وهذا خلاف الشرع في الحقيقة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الرجل: هل نظرت إليها؟ قال: لا. قال: ارجع فانظر إليها فإن في عيون الأنصار شيئا، عيونهم ضيقة قليلا، فإن في عيون الأنصار شيئا. والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن الرؤية دي ليؤدم بينهما علشان يحدث الإلف، فإن الأرواح جنود مجندة، ما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف. عشان كده الرؤية مش مجرد التعرف على الجمال بس، ده عشان الإلف كمان، عشان القلوب تألف بعضها. لأن الإنسان من أول ما يبص في واحد يقول له الإنسان ده استريحت له، واحد يقول لا أنا مستريحتش للراجل ده من أول ما شفته، أو مستريحتش للمرأة دي أول ما شفتها، لا مستريحتش، قلب أبض قلب أبض. دي أحاسيس ومشاعر
اللي النبي صلى الله عليه وسلم يتحدث عنها أن الأرواح جنود مجندة، ما تعرف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف، وما تناكر منها اختلف. طب احنا عايزينها تختلف أو تتفق قبل ما ندخل في ان احنا في زواج وفي كذا، عشان لو هو راح يخطبها ما عجبتهوش او انقبض منها فيقول له لا مش ايه مش هخطب ابنتك، يبقى خلاص يبقى ما حصلش حاجة. لكن بعد ما نعمل عقد القران ويجي ليلة الزفاف ويجي في بيته ياخذها الى بيته فيجد مثلا صورة منفرة له او غير مقبولة له او لا يأتلف معها، فدي نوع من التنطع والتشدد الذي لا محل له في الشرع. الجزء الثاني ان هو يترك ابنته تخرج معاه مع ويروح بها ويخلو بها وسينما ومسرح وملاهي وياخدها بيتهم ومش عارف ايه وحاجات زي كده، وبعدين يقع ما لا تحمد عقباه وقد لا يتزوجها بعد ذلك وتكون خسرت كل شيء، خسرت عفافها وشرفها وكمان خسرت الزواج، خسرت الزواج. علشان كده احنا بنقول ان ده نوع من الايه، نوع من التشدد او التفريط، لا ينبغي ان نكون كذلك، وانما ينبغي ان نكون وسطا بين هذا وبين ذاك. وبعض الناس يكتفي بعرض الصورة الشمسية وهي في الواقع لا تدل على شيء يمكن ان يطمئن، او ولا تصور الحقيقة تصويرا دقيقا، وخير الأمور هو ما جاء به الإسلام، فإن فيه الرعاية لحق كلا الزوجين في رؤية كل منهما الآخر مع تجنب الخلوة، حماية للشرف وصيانة للعرض، وصيانة للعرض. فهذا الكلام على الرؤية. العدول عن الخطبة وأثره، العدول عن الخطبة وأثره. احنا قلنا الخطبة هي وعد بالزواج من كلا الطرفين، من الزوج ومن ولي أمر المرأة، من الرجل ومن ولي أمر المرأة. يحق لكل منهما أن يفسخ هذا الزواج دون أن يكون هناك أثار مترتبة عليه. فالخطبة مقدمة تسبق عقد الزواج، وكثيرا ما يعقبها تقديم المهر كله أو بعضه وتقديم هدايا وهبات تقوية للصلات وتأكيدا للعلاقة الجديدة. وقد يحدث أن يعدل الخاطب أو المخطوبة هما معا عن إتمام العقد، فهل يجوز ذلك؟ وهل يرد ما أعطي للمخطوبة؟ إن الخطبة مجرد وعد بالزواج وليست عقدا ملزما، والعدول عن إنجازه حق من الحقوق التي يملكها كل من المتواعدين. يعني كلا المتواعدين، الرجل اللي هو العروس والمرأة اللي هو وليها، بيقوم بهذا الأمر، لأن المرأة لا تزوج نفسها ولا تزوج غيرها. فهذا الوعد الذي بين المتواعدين اللي هو الرجل الذي طلب المرأة من وليها وولي أمر المرأة، يجوز لكل واحد منهما أن يفسخ هذا الوعد، أن يفسخ هذا الوعد حتى دون إبداء الأسباب، حتى دون إبداء الأسباب. ولم يجعل الشارع لإخلاف الوعد عقوبة مادية يجازى بمقتضاها المخلف، وإن عد ذلك خلفا يعني ذميما، يعني هو في قضاء لا يترتب عليه شيء في الحياة الدنيا، لكن في الآخرة خلف الوعد عليه عقوبة، خلف الوعد عليه عقوبة، لأن الله سبحانه وتعالى بيّن أنه من صفات المنافقين، ويعاقب في الآخرة على خلف الوعد، إنه وعد فأخلف. أما قضاء في الحياة الدنيا فلا يترتب عليه أي شيء. ووصفه وصفه بالنبي صلى الله عليه وسلم بأنه من صفات المنافقين إلا إذا كانت هناك ضرورة ملزمة تقتضي عدم الوفاء. ففي الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. ولما حضرت الوفاة عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال: انظروا فلانا لرجل من قريش، فإني قلت له
في ابنتي قولا كشبه العدة، وما أحب أن ألقى الله بثلث النفاق، وأشهدكم أني قد زوجته. فالمستحب أن يفي الإنسان بما وعد به، إلا أن يكون هناك عوائق أو تكون هناك مشاكل أو شيء يضطر معه إلى أنه لا يستطيع أن يوفي بهذا الوعد، وإلا كان في الآخرة مذموما. لكن في الدنيا ما فيش أي نوع من العقوبة القضائية التي يمكن أن تقع على هذا الإنسان. وما قدمه الخاطب من المهر فله الحق في استرداده، لأنه دفع في مقابل الزواج وعوضا عنه. لو كان مقدم المهر قبل العقد فمن حقه يسترجع كل المهر، لأن المهر ده كان للزواج والزواج لم يتم فيسترده. وما دام الزواج لم يوجد فإن المهر لا يستحق شيء منه، ويجب رده إلى صاحبه، إذ أنه حق خالص له. وأما الهدايا فحكمها حكم الهبة، والصحيح أن الهبة لا يجوز الرجوع فيها إذا كانت تبرعا محضا لا لأجل العوض. هو الهبة أو الهدية نوعين، نوع الأول هبة مطلقة وهذه لا يجوز الرجوع فيها، وأما الثانية فهي يسمونها هبة يرجو ثوابها، هبة يرجو ثوابها، يعني بيعطيك هدية يرجو ثوابها، زي النقطة في الفرح، واحد بيروح أو واحدة تروح للفرح فتعطي زميلتها أو زميله، يعطي 100 جنيه في الفرح، 200 500، يجيب له هدية يديها له في فرحه، وهو يرجو ثوابها لما يكون عنده فرح، مستني ان ايه، ان هو من اهداه يهدي له، يهدي له. فهذه يسموها هدية يرجى ثوابها. والرجل هنا اهدى هذه المرأة هدية ليست مطلقة، وانما يرجو ثوابها وهو الزواج منها، فاذا لم يتم الزواج جاز له ان يسترد الهدايا التي اهداها، لانه لم يقع الثواب المترتب على الهدية، الا ما كان يستعمل، اشترى لها حذاء، اشترى لها فستان، كذا من الأشياء التي تمتهن وتستعمل، هذه لا تسترد. لكن بقية الأشياء كان جاب لها تلاجة، غسالة، بوتاجاز، شيء من هذا، طقم الأطباق، مائدة، كاسات، شيء من هذا، يسترد هذه الأشياء، لأن هذه كانت هدايا يرجو ثوابها. فإذا لم يقع الثواب وهو الزواج جاز أن يسترد ما أهداه له. يقول والصحيح أن الهبة لا يجوز الرجوع فيها إذا كانت تبرعا محضا لا لأجل العوض، لأن الموهوب له حين قبض العين الموهوبة دخلت في ملكه وجاز له التصرف فيها، فرجوع الواهب فيها انتزاع لملكه منه بغير الرضا، وهذا باطل شرعا وعقلا. فإذا وهب ليتعوض من هبته، الهبة هنا يرجو ثوابها يعني يريد عوض يعني بدل عنها، ويثاب عليها، فلم يفعل الموهوب له جاز له الرجوع في هبته، وللواهب هنا حق الرجوع فيما وهب، لأن هبته على جهة المعاوضة، فلما لم يتم الزواج له حق الرجوع فيما وهب. يبقى الخاطب لو كان دفع مهر قبل العقد وفسخت الخطبة يأخذ كل ماله، كل الأموال التي دفعها، الهدايا اللي أهداها، الأشياء اللي بتتلف وتلبس كالحذاء وحقيبة مثلا، فستان كذا، هذه أشياء لا ترد لأنها تستهلك. وأما بقية الأشياء التي كانت هدايا يرجو ثوابها أو يرجو العوض منها، فإن هذه تسترد كلها، ولا يجوز لولي أمر المرأة أن يمنعه إياها، لأنها حق له. والأصل في ذلك ما رواه أصحاب السنن عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يحل لرجل أن يعطي عطية أو يهب هبة فيرجع فيها إلا الوالد يعطي ولده. يعني هذا تحريم الرجوع في الهبة، تحريم الرجوع في الهبة، لكن ده في الهبة المطلقة وليست في الهبة التي يرجو ثوابها أو التي يرجو العوض منها. وروى عنه أيضا
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العائد في هبته كالعائد في قيئه. العائد في هبته كالعائد في قيئه، يعني في رواية كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه، يعني يأكل قيئه. وهذا التشبيه قبيح جدا لتنفير الناس عن أن يعودوا في هبتهم، لتنفير الناس أن يعودوا في هبتهم. وعن سالم يعني عبد الله بن عمر عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من وهب هبة فهو أحق بها ما لم يثب منها. يبقى ده في الهبة التي يرجو العوض منها أو الثواب منها، فهو الهبة دي بتاعته ما لم يثب منها، فإذا أثيب منها لم تكن له. وطريقة الجمع بين الأحاديث، بين هذه الأحاديث، هي ما ذكره يعني ابن القيم في أعلام الموقعين عن رب العالمين، قال: ويكون الواهب الذي لا يحل له الرجوع هو من وهب تبرعا محضا لا من أجل العوض، والواهب الذي له الرجوع هو من وهب ليتعوض من هبته ويثاب منها فلم يفعل الموهوب له. وتستعمل سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم كلها ولا يضرب بعضها بعضا. يعني الجمع بين الأحاديث هنا، قسمت الهبة إلى قسمين: هبة مطلقة ودي لا يجوز الرجوع فيها، وهبة يرجو ثوابها أو العوض منها فهذه يجوز الرجوع فيها. يقول: رأي الفقهاء إلا أن العمل الذي جرى عليه القضاء بالمحاكم تطبيق المذهب الحنفي الذي يرى أن ما أهداه الخاطب لمخطوبته له الحق في استرداده إن كان قائما على حالته لم يتغير. وده اللي احنا بنقوله، أنه هو يعني جاب لها فستان، جاب لها شنطة، جاب لها كذا يعني حذاء، شيء من هذا، فدي أشياء بتتغير وبتتلف باللبس، هذه لا يستردها. فالإسورة أو الخاتم أو العقد أو الساعة ونحو ذلك يرد إلى الخاطب إذا كانت موجودة. فإن لم يكن قائما على حالته بأن فقد أو بيع أو تغير بالزيادة أو كان طعاما فأكل أو قماشا فخيط ثوبا، فليس للخاطب الحق في استرداد ما أهداه أو استرداد بدل منه. الكلام على عقد الزواج، الكلام على عقد الزواج. الركن الحقيقي للزواج هو رضا الطرفين. الرضا هو شرط في جميع العقود إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. أي عقد من العقود يشترط فيه الرضا. إذا قام العقد على الإكراه فإنه لا يصح، فلا بد أن يكون هناك رضا بين الطرفين. ولذلك لا بد من أن يكون هناك رضا بين الزوجين، بين العروسين، كما أن الرجل يخطب ويتزوج برضاه، فلا بد من أن تكون المرأة راضية بهذا الزوج، لأنه شرط في الزواج. فالركن الحقيقي للزواج هو رضا الطرفين وتوافق إرادتهما في الارتباط. ولما كان الرضا وتوافق الإرادة من الأمور النفسية التي لا يطلع عليها أحد، كان لابد من التعبير الدال على التصميم على إنشاء الارتباط وإيجاده. ويتمثل التعبير فيما يجري من عبارات بين المتعاقدين، فما صدر أولا من أحد المتعاقدين للتعبير عن إرادته في إنشاء الصلة الزوجية يسمى إجابا ويقال أنه أوجب، وما صدر ثانيا من المتعاقد الآخر من العبارات الدالة على الرضا والموافقة يسمى قبولا. يبقى الأول اللي هو الرضا، والرضا يعبر عنه بالإجاب والقبول. والإجاب هو أن يقول ولي أمر المرأة: زوجتك ابنتي، زوجتك ابنتي. والقبول أن يقول العروس قبلت، أن يقول قبلت، فهذا يسمى إجاب وقبول. وهذا الإجاب والقبول هو المعبر عن الرضا، يعني رضا العروسين. ومن ثم يقول الفقهاء أن أركان الزواج الإجاب والقبول،
أركان الزواج الإيجاب والقبول. شروط الإيجاب والقبول: ولا يتحق العقد وتترتب عليه الآثار الزوجية إلا إذا توفرت فيه الشروط الآتية: تمييز المتعاقدين، تمييز المتعاقدين، فإن كان أحدهما مجنونا أو صغيرا لا يميز فإن الزواج لا ينعقد، فإن الزواج لا ينعقد، لابد أن يكون هناك تمييز. التمييز هذا هو سن السابعة بالنسبة للطفل، والمجنون لا يصح له تمييز، فلا بد من التمييز. الأمر الثاني: اتحاد مجلس الإجاب والقبول، بمعنى ألا يفصل بين الإجاب والقبول بكلام أجنبي أو بما يعد في العرف إعراضا وتشاغلا عنه، ولا يشترط أن يكون القبول بعد الإجاب مباشرة، فلو طال المجلس وتراخى القبول عن الإجاب ولم يصدر بينهما ما يدل على الإعراض فالمجلس متحد. يعني الإجاب والقبول ما يكونش فيه فاصل زمني كبير، ويكون في المجلس الواحد، إنه قال زوجتك ابنتي وبعدين قعدوا فترة في المجلس وبعدين قال له قبلته هذا. لكن إذا انصرفوا من المجلس وجاه بعد يوم قال له قبلته، لا، لازم إجاب جديد، لابد من إجاب جديد، فلا بد أن يكون فيه المجلس الواحد، حتى لو كان أرسل له خطاب يقول له زوجتك ابنتي، فلا بد أن يقول قبلته عند قراءة الخطاب، لابد أن يقول قبلته عند قراءة الخطاب، ولا ينتظر مدة طويلة ثم يرد عليه بقوله قبلته، لأن هذا يعتد فاصل زمني قد يتراجع الأول فيه في هذا الزمن الذي بين الإجاب والقبول. وإلى هذا ذهب الأحناف والحنابلة. وفي المغني إذا تراخى القبول عن الإجاب صح ما دام في المجلس ولم يتشاغل عنه بغيره، لأن حكم المجلس حكم حالة العقد، بدليل القبض فيما يشترط القبض فيه، يعني في البيع إن الخيار بيبقى في المجلس، في مجلس التعاقد، وثبوت الخيار في عقود المعاوضات. فإن تفرقا قبل القبول بطل الإيجاب، فإنه لا يوجد معناه، فإن الإعراض قد وجد من جهته بالتفرق فلا يكون مقبولا. فلو قال له زوجتك ابنتي وبعدين قاموا مشوا ما قالوش قبلته، يبقى هنا الإيجاب سقط، يبقى الإيجاب سقط، علشان يبقى فيه زواج يبقى لابد من إجاب جديد وقبول جديد. وروي عن أحمد رحمه الله في رجل مشى إليه قوم فقالوا له زوج فلانا، قال قد زوجته على 1000، فرجعوا إلى الزوج فأخبروا فقال قد قبلت، هل يكون هذا نكاحا؟ قال نعم، لأنه مجرد ما أخبروه قال قبلت. ويشترط الشافعية الفور، إنه لابد أن يكون الإجاب والقبول على الفور. قالوا فإن فصل بين الإجاب والقبول بخطبة بأن قال الولي زوجتك، وقال الزوج بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله قبلت نكاحها، ففيه وجهان: أحدهما قول الشيخ أبي حامد إسفرايني أنه يصح، لأن الخطبة مأمور بها للعقد فلم تمنع صحتك التيمم بين صلاتي الجمع. والثاني لا يصح، لأنه فصل بين الإجاب والقبول فلم يصح، كما لو فصل بينهما بغير الخطبة. والصحيح أن هذا ليس فاصل، هذا ليس فاصل، وإنما هو نوع من الذكر، نوع من الذكر يذكر به الله سبحانه وتعالى بين يدي القبول، فلا يكون هذا فاصلا، لأنه لم ينشغل عن موضوع الزواج، لم ينشغل عن موضوع الزواج، وقال إني توكلت عليك توكلت على الله وزوجتك ابنتي موليتي على الصداق على كتاب الله وعلى سنة رسول الله وعلى الصداق المسمى بيننا عاجله وأجله، فقال الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله قبلت منك تزويج موليتك فلانة لنفسي وكذا أو لموكلي. فقول الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ليس فاصل، ليس فاصل، لأن هذا ذكر لله سبحانه وتعالى، كما هو مذهب الحنابلة والحنفية.
لكن عند الشافعية قولان، قول يصحح وقول يقول لا يصح، لأنه فصل بين الإجابة والقبول، فلم يصح كما لو فصل بينهم بغير الخطبة. ويخالف التيمم فإنه مأمور بين الصلاتين، والخطبة مأمور بها قبل العقد. وأما مالك فأجاز التراخي اليسير بين الإجاب والقبول. وسبب الخلاف هل من شرط الانعقاد وجود القبول من المتعاقدين في وقت واحد أم ليس ذلك من شرطه؟ يعني المسألة الخلاف فيها يسير جدا، مذهب أبي حنيفة والمذهب الإمام أحمد والإمام مالك على أنه هذا ليس بفاصل، يعني إذا كان يذكر الله سبحانه وتعالى قبل القبول فهذا ليس بفاصل. وعند الشافعية قولان، أحدهما يصح هذا الفاصل من ذكر الله سبحانه وتعالى، والثاني لا يصح. والصحيح أن هذا ليس بفاصل، وأن الإجاب والقبول صحيحين. الأمر الثاني في الإجاب والقبول ألا يخالف القبول الإجاب إلا إذا كانت المخالفة إلى ما هو أحسن للموجب، فتكون أبلغ في الموافقة. يعني يقول زوجتك ابنتي على 100,000، زوجتك ابنتي على 100,000، فيقول الآخر قبلت على 50، قبلت على 50، فهذا في اختلاف في الإجاب والقبول لا يصح. يبقى الإجاب والقبول هنا لا يصح، لابد أن يكون هناك توافق في الإجاب والقبول. يقول زوجتك ابنتي على 100,000، فيقول قبلت منك تزويج ابنتك لنفسي على 100,000. يبقى لابد يكون هناك توافق في الإجاب والقبول. فإذا قال الموجب زوجتك ابنتي فلانة على مهر قدره 100 جنيه، فقال القابل قبلت زواجها على 200، انعقد الزواج لاشتمال القبول على ما هو أصلح. طبعا 100 جنيه ده الشيخ السابق كتب الكتاب ده يعني في ربما في الخمسينات، ربما في الخمسينات كانت 100 جنيه دي تشتري عزبة. يقول فإذا قال الموجب زوجتك ابنتي فلانة على مهر قدره 100 جنيه، فقال القابل قبلت زواجها على 200، انعقد الزواج لأنه تحسين الشرط. يعني هو قال له جوزها لك على 100، قال له أنا هديك 200، يبقى ينفع ده لأنه وافق على 100 وإيه وزيادة، وافق على 100 وزيادة. الأمر سماع كل من المتعاقدين بعضهما من بعض، ما يفهم أن المقصود من الكلام هو إنشاء الزواج، وإن لم يفهم منه كل منهما يفهم منه كل منهما معاني مفردات العبارة، لأن العبرة بالمقاصد والنيات. كل واحد فيهم من الاثنين يفهم من الآخر إن هو يريد الزواج، والكلمات تكون معبرة عن ذلك. يعني يقول زوجتك أنكحتك مثلا، فهذه يعني بالألفاظ التي تدل على النكاح، يكون بالألفاظ التي تدل على النكاح. ألفاظ الانعقاد، إيه هي الألفاظ اللي ينعقد بها النكاح؟ ينعقد الزواج بالألفاظ التي تؤدي إليه باللغة التي يفهمها كل من المتعاقدين، متى كان العقد الصادر عنهما دالا على إرادة الزواج دون لبس أو إبهام. يبقى بيتكلموا باللغة اللي هم بيجدوها واللي الاثنين فاهمينها، يعني مش واحد يقول له زوجتك بالعربي والتاني مش فاهم عربي فيتكلم كلمة انجليزي، لا ده فاهم قال ايه ولا ده فاهم قال ايه، لابد الاثنين يكونوا فاهمين الالفاظ، ان ده بيقول له زوجتك ابنتي والتاني سمع منه قبلت منك تزويجه، فهم انه هو قبل، فبيكونوا بيتكلموا بلغة الاثنين يفهموها علشان يتم هذا الزواج. قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله ينعقد النكاح بما عده الناس نكاحا بأي لغة ولفظ وفعل كان، ومثله كل عقد. وقد وافق الفقهاء على هذا بالنسبة للقبول، فلم يشترط اشتقاقه من مادة خاصة، بل بأي لفظ يدل على الموافقة أو الرضا، مثل قبلت وافقت أمضيت نفذت. يعني لما يقول له زوجتك فيقول له قبلت أو أنفذت أو أمضيت أو يعني قبلت وافقت أمضيت نفذت،
أي صيغة تدل على الموافقة على هذا فهي نسميها القبول. أما الإيجاب فإن العلماء متفقون على أنه يصح بلفظ النكاح والتزويج، وما اشتق منهما مثل زوجتك أو أنكحتك لدلالة هذين اللفظين صراحة على المقصود، واختلفوا في انعقاده بغير هذين اللفظين كلفظ الهبة أو البيع أو التمليك أو الصدقة، فأجازه الأحناف والثوري أبو ثور أبو عبيد وأبو داود، لأنه عقد يعتبر فيه النية ولا يشترط في صحة اعتبار اللفظ المخصوص، بل المعتبر فيه أي لفظ إذا اتفق فهم المعنى الشرعي منه، أي إذا كان بينه وبين المعنى الشرعي مشاركة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم زوج رجلا امرأة فقال قد ملكتكها بما معك من القرآن. هو لابد أن يكون بلفظ التزويج أو الإنكاح، يقول أنكحتك أو زوجتك، وهذه الألفاظ الثانية لا تدل على النكاح، هذه الألفاظ الثانية لا تدل على النكاح. ولأن لفظ الهبة انعقد به زواج النبي صلى الله عليه وسلم فكذلك انعقد به زواج أمته، قال الله تعالى يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن، إلى قوله وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي، فهذا كان خاص بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم. لكن الاحتياط أن يقول زوجتك أو أنكحتك، والعروس يرد يقول قبلت أمضيت نفذت بلفظ يدل على الموافقة، بلفظ يدل على الموافقة. وذهب الشافعي وأحمد وسعيد بن مسيب وعطاء إلى أنه لا يصح إلا بلفظ التزويج أو الإنكاح وما اشتق منهما، لأن ما سواهما من الألفاظ كالتمليك والهبة لا يأتي على معنى الزواج، ولأن الشهادة عندهم شرط في الزواج، فإذا عقد بلفظ الهبة لم تقع على الزواج، لم تقع على الزواج. يبقى إحنا عندنا الإجاب والقبول، الإجاب والقبول، ودي ألفاظ الإجاب والقبول. الإجاب أن يقول زوجتك أو أنكحتك، والقبول أن يقول قبلت نفذت كذا بلفظ يدل على الموافقة، وأن يكون الإجاب والقبول في مجلس العقد، وأن يكون هناك توافق بين الإجاب والقبول، ما يكونش في اختلاف بين الإجاب وبين القبول. العقد بغير اللغة العربية، اتفق الفقهاء على جواز عقد الزواج بغير اللغة العربية إذا كان العاقدان أو أحدهما لا يفهم العربية، واختلفوا فيما إذا كان يفهمان العربية ويستطيعان العقد بها. قال ابن قدامة في المغني ومن قدر على لفظ النكاح بالعربية لم يصح بغيرها، وهذا أحد قولي الشافعي. وعند أبي حنيفة ينعقد لأنه أتى بلفظه الخاص فانعقد به كما ينعقد بلفظ العربية، ولنا أنه عدل عن لفظ النكاح والتزويج مع القدرة فلم يصح كلفظ الإحلال. فأما من لا يحسن العربية فصح منه عقد النكاح بلسانه لأنه عاجز عما سواه فسقط عنه كالأخرس، ويحتاج أن يأتي بمعناهما الخاص بحيث يشتمل على معنى اللفظ العربي وليس على من يحسن العربية تعلم ألفاظ النكاح بها. وقال أبو الخطاب عليه أن يتعلم لأن ما كانت العربية شرطا فيه لزمه أن يتعلمها مع القدرة كالتكبير. ووجه الأول أن النكاح غير واجب فلم يجب تعلم أركانه بالعربية كالبيع بخلاف التكبير، يعني إذا كان هو يحسن العربية يبقى الأفضل أن تكون الألفاظ بالعربية، أن تكون الألفاظ بالعربية. إن كان لا يحسن العربية فيتكلم بلغته، يعقد بلغته ما يدل على الزواج، ما يدل على الزواج. أما في إبطال العقد بأنه عقد بالإنجليزية ويتقن العربية، إبطال العقد فيه مجازفة لأن هذه كلمات تدل على الزواج، فهمها كل من الطرفين على الإجاب والقبول، فهذا يصح. يقول والحق
الذي يبدو لنا أن هذا تشدد ودين الله يسر، وسبق أن قلنا أن الركن الحقيقي هو الرضا، والإجاب والقبول ما هما إلا مظهران لهذا الرضا ودليلان عليه. فإذا وقع الإجاب والقبول كان ذلك كافيا مهما كانت اللغة التي أديا بها. هذا الصحيح، هذا الكلام الصحيح. قال ابن تيمية: إنه أي النكاح وإن كان قربه فإنما هو كالعتق والصدقة، لا يتعين له لفظ عربي ولا عجمي. ثم إن الأعجمي إذا تعلم العربية في الحال ربما لا يفهم المقصود من ذلك اللفظ كما يفهم من اللغة التي اعتادها. نعم، لو قيل تكره العقود بغير العربية لغير حاجة كما يكره سائر أنواع الخطاب بغير العربية لغير حاجة لكان متوجها، كما روي عن مالك وأحمد والشافعي ما يدل على كراهية اعتياد المخاطبة بغير العربية لغير حاجة. يبقى العقد هيصح بالألفاظ المعبرة عنه، يبقى بالعربي يبقى بالإنجليزي يبقى بأي لغة، لكن يكره للقادر على العربية أن يستخدم ألفاظ غير عربية لأن هذه لغة القرآن وهي اللغة التي ينبغي أن نتكلم بها. زواج الأخرس: ويصح زواج الأخرس بإشارته إن فهمت كما يصح بيعه، لأن الإشارة معنى مفهم، وإن لم تفهم إشارته لا يصح منه، لأن العقد بين شخصين ولا بد من فهم كل واحد منهما ما يصدر من صاحبه. يبقى الأخرس بالإشارة، كان بيكتب الأخرس يعرف يكتب يبقى هيكتب بالكتابة، وإن لم يكن يكتب يبقى بالإشارة، تكون الإشارة مفهومة كما هو لغة الخرس الآن الصم البك، في بقت إشارات مفهومة معروفة وبقت لغة اللي هي لغة الإشارة. عقد الزواج للغائب: إذا كان أحد طرفي العقد غائبا وأراد أن يعقد الزواج فعليه أن يرسل رسولا أو يكتب كتابا إلى الطرف الآخر يطلب الزواج، وعلى الطرف الآخر إذا كان له رغبة في القبول أن يحضر الشهود ويسمعهم عبارة الكتاب أو رسالة الرسول ويشهدهم في المجلس على أنه قبل الزواج، ويعتبر القبول مقيدا بالمجلس. يبقى مجلس قراءة الخطاب الذي وصل أو الرسول الذي جاء فقال فلان يريد أن يتزوج ابنتك فيقول زوجته ابنتي، فيقول الوكيل قبلت، الوكيل يقول قبل، كل هذا يكون في المجلس مع شهادة الشهود فيكون هذا زواجا، فيكون هذا زواجا. فإحنا كل هذا في الإجابة والقبول. يبقى أول شرط من شروط الزواج الرضا، والرضا يعبر عنه بالإجاب والقبول، بالإجاب والقبول. والإجاب والقبول لا تشترط لهما صيغة معينة إلا أنها لابد أن تكون معبرة عن النكاح. فينعقد الإجاب بقوله زوجتك أو أنكحتك، والقبول بقوله قبلت أو أنفذت أو غيرها من الألفاظ الدالة على القبول. ولا بد أن يكون القبول الإجاب والقبول في مجلس التعاقد وما يكونش فيه فاصل بينهما كبير، ولا بد أن يكون هناك توافق بين الإجاب والقبول، أن يقول زوجتك على 100,000 يقول قبلت على 100,000، إذا قال قبلت على 90 فهذا لا يعد إجابا ولا قبولا. اللغة التي يتكلم بها أي لغة تكون معبرة عن الزواج وتكون مفهومة لدى الطرفين، تكون لغة مفهومة لدى الطرفين، فهذا ينعقد به الإجاب والقبول. هنقف عند الكلام على شروط صيغة العقد، شروط صيغة العقد، نكمل في المرة القادمة بإذن الله تعالى. وأقول قولي هذا وأستغفر الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.